السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها ميليشيا الحوثي والتضييق الممنهج للحريات العامة. إذن لا يكاد يمر يوم دون أن يتم تسجيل انتهاكات حوثية للحريات العامة والخاصة، ممارسات تأتي في سياق تكريس سلطة الانقلاب السلالي ذي الصبغة الطائفية، آخر مظاهر الوصاية تقييد سفر المرأة وفرض تعليمات إلزامية لطلاب بعض الكليات حد التدخل في شكل قصات الشعر، ناهيك عن الاقتحامات المتكررة للكافيهات في صنعاء، إلا أن أسوأ الممارسات القمعية كانت تسخير الحوثيين لآلاتهم الإعلامية لتشويه سمعة المعارضات لهم، خصوصاً من حزب المؤتمر الشعبي العام، في قمع نفسي ومعنوي لمحاصرة أي مناشط احتجاجية ضد سياسة الميليشيا السلالية. في حلقة اليوم نناقش أبعاد القمع الحوثي للحريات العامة والحلول المتاحة لحماية الأفراد والمجتمع في مناطق سيطرة الميليشيا. لمناقشة ذلك سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الصناعية الناشط الإعلامي خليل المليكي، ومن عمان الناشطة ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب، وسيكون معنا من القاهرة الناشط المجتمعي همدان العلي، وستنضم إلينا من برلين الناشطة السياسية سمية الثور. إذن مشاهدينا نبدأ الحلقة، وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الناشط الإعلامي خليل المليكي. سيد خليل مساء الخير. مساء النور، أهلا بك بضيوفك الكرام وبالمشاهدين الكرام. نعم، إذن أهلا بك سيد خليل. يعني نتساءل في بداية الحلقة، يعني ما الذي يجعل الحوثيين يعني يصل بهم الأمر للتدخل بحريات الناس الشخصية؟ سيدي العزيز، أولا الميليشيا الحوثية منذ انقلابها في 2014 مارست كل الانتهاكات ضد الشعب اليمني ومنعت أي صوت دون صوتها. لا يمكن لهذه الميليشيا أن تسمع صوت غير صوتها، لا يمكن أن يكون هناك معارض لهذه الميليشيا أو ينتقدها وهو موجود على الأرض التي تتواجد فيها هذه الميليشيا الحوثية. الميليشيا الانقلابية مارست كل الضغوطات ضد الشعب اليمني، وخاصة المرأة، تعرضت المرأة من 2014 وحتى اليوم لكافة أنواع الانتهاكات، بدءا بالقتل والتشريد وكذلك التعسفات وكذلك الإخفاء القسري واقتحام المنازل. هذا هو سلوك الميليشيا الحوثية ضد اليمنيين، خاصة منهم النساء. نعم، لكن يعني ما الذي يبرر صمت يعني المجتمع، يعني الى يعني وصلت درجات الصمت الى الخنوع؟ المجتمع لا يملك شيء، المجتمع ليس بيده شيء. هذه الميليشيا، هو يعلم المجتمع بأن الميليشيا لا يمكن أن ترحم أحد أو تجعل أحد يتكلم وهي تغض الطرف عنه. الميليشيا الحوثية ستقوم بقتل هذا الشخص أو بسحل تلك المرأة بدم بارد. هذه الميليشيا الانقلابية، هذه سلوكيتها. الميليشيا الحوثية تعتقد بأن المرأة ليس سوى دعم لوجستي لها، استخدمت المرأة كخبازة وكتطعم مقاتليها، وبالأخير ثم استخدمت المرأة كزينبيات وتقتحم المنازل وتختطف النساء وتشرد النساء الأخريات. وهددنا كثير من الناشطات من قبل زينبيات يتبعن هذه الجماعة. لا يمكن للمجتمع أن يعمل شيء، والميليشيا تمتلك كل القوة، تمتلك السلاح، ولا تهتم لعرض أحد، ولا تهتم لأي امرأة، لطفل، لشيخ، لرجل، لشاب. المرأة يعني الميليشيا كل صوت يقف ضدها ستخرس هذا الصوت، سواء بالسجن، سواء بالقتل، سواء بالتشريد، سواء بالإخفاء القسري. هذا هو سلوك الميليشيا الحوثية. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد خليل، وسنشرك معنا في الحديث، ستنضم إلينا من عمان الناشطة ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب. سيدة ياسمين مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا.
عليكم. أهلا بك سيدة ياسمين. يعني نتساءل في بداية الحلقة، يعني كيف تنظرين لممارسة الميليشيا تجاه المرأة بشكل عام؟ طبعا الحوثيين يحاولون كسر المرأة اليمنية، ويحاولون أيضا فرض قيود عليها لكي يشعر النساء بالخطر، لأنهم يشعرون، يعني يشعرون منا نحن النساء بخطر. نعم. وهذا ما يظهر من تصرفاتهم، يعني الذي يقوم به الحوثي حاليا، يعني تدل على ضعفهم وعلى خوفهم من النساء. وطبعا مثلا في أيام ثورة الجياع التي قام بها النساء في صنعاء، الحوثيين في ذلك الوقت يعني في كل حارة في العاصمة صنعاء، يعني خلوا كل عاقل يخرج إلى البيوت. نعم. ويهدد الأهالي إن أي امرأة تخرج بالشارع إنهم يعني إنها امرأة غير محترمة. نعم. وتعرف مجتمعنا مجتمع محافظ جدا ويخاف على السمعة، كانوا يهددون النساء بهذا الشكل. نعم. بالنسبة لمسألة السفر، يعني هناك منع سيدة ياسمين، يعني وتعميم على شركات النقل بعدم يعني قبول أي امرأة في مسألة السفر وهي بدون محرم. أوكي. كانت يعني القوانين اليمنية أكثر تقدما في حماية حقوق النساء، وكانت يعني إعطائنا حقوق اعتبارية منصف. الدكتور اليمني كان يكفل لنا بحقوق اعتبارية منصف إلى حد ما، وكانت الحركة النسوية تطالب بقوانين أكثر تقدما في الوقت الذي انقلبت فيه الميليشيات الحوثية ضد الدولة. في 2014 رفعت شعار تنفيذ مخرجات الحوار التي أعطتنا، يعني أعطتنا نحن النساء كنتيجة للجهود الحركات النسوية، وبعد هذا تأتي الميليشيا لتثبت تناقضها ورجعيتها باعتبار أن النساء بحاجة لرجل في الطريق أو في السفر، أو أن احنا لا نستطيع اتخاذ قراراتنا بأنفسنا، يعني نحتاج إلى وفي معنا أو. وهذا طبعا هذا كله يدل على أنه انكشف الانكشاف الحقيقي لمرجعية الحوثيين. لم يعني طبعا الحوثيين لم يقفوا عند هذا الامر، يعني داسوا على كل شيء، يعني كسروا العادات والتقاليد والاعراف القبليه. في هناك اعراف قبليه كانت تحمي النساء، ويعني والدينيه والمجتمعيه، يعني انتهكوا كل الحقوق الذي يكفلها المجتمع اليمني للمراه. نعم. وهذا يدل على عقلياتهم وعلى يعني. طيب سيدة ياسمين، يعني أن يصل الأمر هنا سيدة ياسمين، يعني ما رأيك بهذه الجزئية؟ يعني امرأة يعني عاقلة وبالغة وتتمتع بكامل الأهلية تذهب إلى شركات السفر، شركات النقل، يعني غرض السفر إلى مدينة أخرى، وتمنع من يعني صعود يعني وسيلة السفر بتعذر الشركة بأنه معمم عليهم من قبل الميليشيا بمنع سفر النساء من دون محرم. كيف تنظرين لهذا الإجراء؟ طبعا هذا انتهاك فج لنا، يعني انتهاك في حقنا وضمعنا، يعني خاصة النساء التي تحت سيطرة يعني المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي. هذا ضم فكثير من فهذا، يعني لا اقول لك لا دين ولا عرف ولا قانون ولا اي انسان قبل. في الان الحوثي مثلا في اسر ما تمتلك شيء محرم، لا اخ ولا زوج، يعني في الجبهات او في يعني كيف اقول لك، انتهكوا حقوق المراه بشكل عام. نعم. طيب كيف يمكن الحد من هذه الانتهاكات القمعيه بحق المراه برايك؟ إنهاء الانقلاب على الدولة وتطبيق القانون ومخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها من قبل كل القوى السياسية والمدنية بما فيهم الحوثيين، هم شاركوا في الحوار ووافقوا على هذه المخرجات. نعم. إنهاء الانقلاب هو الحل الوحيد. طيب سيدة ياسمين، هناك هيئات يعني متخصصة في هذا أو فيما يخص قضايا المرأة، يعني هيئات كبيرة مثل الاتحاد النسوي وأيضا اللجنة الوطنية للمرأة، أين هي من هذه التصرفات القمعية والكثير من القضايا التي تمس المرأة اليمنية؟ يعني ما الذي يبرر هذا الصمت؟ طبعا الهيئات اللي تتكلم عنها طبيعي صمتها، وهي في مناطق تدرة الحوثي. الحوثي يعني ما خلاش أي حد إلا هو انتهك حقه.
لا رجل ولا امراه ولا طفل ولا حد، يعني كمم افواه الجميع. وهو انهى الدوله، يعني مؤسسات الدوله انقلب عليها في صنعاء وفي المحافظات كلها، فطبيعي الصمت الحافل اللي في المؤسسات والنقابات والهيئات، يعني شيء متوقع، يعني ما نتوقع شيء من النقابات انها داخل صنعاء تصدر بيان او حاجه، على طول بيقوموا ينتهكوا حقوقهم او بيحبسوهم او يكمموا اوصافهم، كذا اعتدوا على النساء، يعني ما عاد شيء اكثر من هذا، وش عاد باقي؟ كل حاجه وقد سواها الحوثي، كل شيء متوقع منه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك السيده ياسمين القاضي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد خليل المليكي ناشط إعلامي. يعني سيد خليل، كيف يمكن وصف التصرفات الحوثية تجاه الحريات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم؟ لا يمكن وقف هذه التصرفات والانتهاكات ضد الحريات العامة. نعم. هم قد أسكتوا كل الأصوات دون صوتهم، لا يمكن وقف هذه التصرفات إلا بأن الإسراع بالحسم العسكري وإنقاذ الناس أو إنقاذ المواطنين الذين يخضعون تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وتحت رحمتها. لا يمكن لأي نقابة، لا يمكن لأي حزب، لا يمكن لأي جهة أن تتحدث وهي تحت رحمة الميليشيا الحوثية. اليوم الميليشيا الحوثية قمعت الجميع وأسكتت أصوات الجميع وانتهكت وانقلبت على كل المواثيق والأعراف الدولية. لا نجد صوت للمنظمات الدولية ولا للأمم المتحدة ولا لغيرها من المنظمات العاملة في اليمن وغير العاملة في اليمن تجاه ما تتعرض له المرأة اليمنية. المرأة اليمنية ومن خرجت في الاحتجاجات ضد الميليشيا الحوثية وفي ثورة الجياع، نعم، سحلت المرأة وطعنت وشردت ولوحقت وبعضهن أخفين قسرا، ولم تتكلم هذه المنظمات الدولية بشيء. برأيك ما الذي يبرر هذا الغياب؟ تتكلم عن هذه سيد خليل، برأيك ما الذي يبرر هذا الغياب؟ المرأة الغياب المنظمات غياب المنظمات الدولية عن اليمن هو قد يكون الضعف من قبل الحكومة الشرعية وعدم تواصلها مع هذه المنظمات، عدم وجود منظمات فاعلة تقوم بإيصال هذه الانتهاكات تصل إلى المنظمات الدولية عبارة عن منشورات على صفحات الفيسبوك وعلى تويتر. لا يوجد منظمات قوية وفاعلة تقدم هذه الانتهاكات وبأرقام وإحصائيات وبأشخاص يقدمون هذه الانتهاكات أنهم يعني تعرضوا لهذه الانتهاكات. هناك نسوة وبنات وشابات تقدمنا بانتهاكات وحضرنا فعاليات دولية تتعلق بالانتهاكات ضد المرأة وأوصلنا صوت المرأة اليمنية، لكن هذا لا يكفي، لابد أن تتكاتف الجهود، لابد أن يكون هناك منظمات فاعلة وقوية توصل صوت المرأة اليمنية التي تتعرض لكل الانتهاكات من قبل هذه الميليشيا. نعم، إذن ابقى معي سيد خليل المليكي. ومشاهدينا سنذهب الآن لمطالعة آراء حول يعني تعامل الحوثيين مع الحريات العامة، نشاهد هذه الآراء سويا. لقد دابت ميليشيات الحوثي على قمع الحريات منذ انقلابها في 21 سبتمبر 2015 إلى اليوم. هناك العديد من الصحفيين النازحين خارج مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي نتيجة للمضايقات. الفن أيضا لدى الحوثي محرم في الفترة الأخيرة، أيضا هناك قمع لحريات المرأة بعدم سفرها سوى بمحرم. هناك عادات وتقاليد يبتكرها ميليشيات الحوثي لقمع ومصادرة كل ما هو جميل في هذا البلد من حريات هذه الميليشيات لا تريد لليمن شيء جميل. الممارسات الحوثية هذه هي تعتبر جزء من منظومة فكرة الحوثي نفسها. فكرة الحوثي هي معتمدة على شخص فقط، معتمدة على الاستبداد، على الظلم، على القهر. لذا أي شيء جميل بالنسبة لهم هو محارب، ويعملوا دائما على تكميم الأفواه. هذا جزء من ثقافة الاستبداد المزروعة في فكرة الحوثي نفسها. ليس بغريب على جماعة الحوثي أن تتبنى مثل هذه الأفكار التسلطية وتقييد حريات المرأة ومحاربة الفن في البلاد. نحن أمام جماعة برجوازية يعني لها معتقداتها الدينية المستوردة التي لا تعبر
عن حقيقة الشعب اليمني وتوجهاته وأعرافه وتقاليده، ولذلك ليس بجديد على هذه الجماعة أن تقوم بمثل هذه الممارسات القمعية. هي تتبنى التشريد والقتل والتدمير، ومثل هذه الأفكار العدوانية ليس بجديد على جماعة تنتهج الأساليب المنحرفة والسلبية والتدميرية من أجل الوصول إلى السلطة وإلى حكم وأيضا فرض أفكارها. إذن مشاهدينا، هذه كانت آراء حول ممارسات الميليشيا وانتهاكاتها للحريات الشخصية والحريات العامة بشكل عام. وسنستقبل الآن الناشطة السياسية سمية الثور، ستنضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين. سيدة سمية، مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. أهلا بك سيدة سمية. يعني كيف تنظرين لممارسة الحوثيين تجاه الحريات العامة، يعني كمنع سفر المرأة بدون محرم وإزدراء، وأيضا تهديد للمحجبات الكاشفات وبعض يعني في يعني كثير من الجامعات وغير ذلك؟ طبعا للأسف الشديد أن هذه الإجراءات بالتأكيد لا يمكن أن يتخيلها إنسان أن نرجع إلى ما قبل مئات السنين في اليمن. يعني مهما كان الظلم السابق الواقع على المرأة، وكلنا نعرف ذلك، يعني المرأة هي كانت دائما الحلقة الأضعف والطرف الأضعف في المجتمع اليمني. لا قوانين حقيقية تحمي حقوقها العائلية والعملية أو أيا كان الحقوق. فبالتالي يعني للأسف الآن ما استطاعت المرأة تحقيقه من نوع من الحرية، الآن يريد لها أن تعود إلى مربع الصفر في هذا الإطار. وأنا أعتقد أنه بسبب أن وجدوا أن المرأة هي أصبحت تقريبا الوحيد القادر على أي عمل اجتماع مجتمعي أو سياسي في المجتمع في اليمن. نعم. يعني هي الوحيدة اللي تقدر أنها تتحرك، تقدر تجمع الناس، تقدر تجمع معلومات. فهم يعلموا بذلك، هم وغيرهم طبعا، لا أتهم هنا الحوثيين، هناك أطراف أخرى في اليمن تعرف وتقمع حريات كثيرة. لكن إذا تكلمنا عن ما يحدث للمرأة في سيطرة الحوثيين، فنحن نعرف أنهم يعلمون أن الرجال خرجت من اليمن، اعتقلت، قتلت، هجرت، ما إلى ذلك. فلم يعد إلا المرأة هي التي قد تستطيع أن تصنع أي تغيير من داخل المدن اليمنية. فبالتالي ليس هناك حل إلا بمثل هذه الاتهامات التي سمعنا عنها من جرم من دعارة ومن معتقلات ومن كذا، وأيضا من تحجيم تحركها. يعني أصبح أي تحرك للمرأة سواء سفر أو خروج أو دخول أصبحت هي تهمة بحد ذاتها. فكيف نسيطر على يعني أيضا وصل الأمر في كثير من الأحيان سيدة سمية إلى اعتقال المرأة اليمنية واحتجازها لأيام، وقد تصل إلى المدة إلى شهر، يعني كما تشير بعض التقارير، لأن هناك نساء يعني تم احتجازهن واختطافهم لفترة تقارب الشهر. يعني وهذه يعني سابقة لم تحدث في المجتمع اليمني من قبل. يا أخي، هناك أكثر من 100 حالة ومرفوضة وموثقة لا يمكن الإصلاح أنها بسبب تحفظ أسرهن وعائلاتهم. فبالتالي يعني أنت تتكلم عن نهج معين. هذه السياسة لا تكترث لا لمجتمع أو لعادات مجتمع أو لأشياء من هذا القبيل. يعني هم فقط يروا ما هي مصلحتهم السياسية أين تكمن ويتحركوا، لا يأبهوا لمثل هذه التصرفات، خاصة أن لديهم من العناصر الكثيرة وخاصة النسائية اللي بتقوم بهذا الدور بعذر أنهم يستطيعون أن يصنعوا ما يشاءوا بالنساء طالما عندهم هذه الأيادي والمتحركين في هذا الأمر. نعم. فالموضوع لم يقتصر على واحدة. إحنا عندنا المثل الأوضح اللي وقف معها حتى جريفيث بنفسه، أو فنعاني يعني أسبوعين وهي يعني موظفة في منظمة دولية وتم تغييبها لمدة أسبوعين وإلى الآن لا أحد يعرف عنها شيء. نعم. فبالتالي
فبالتالي هم لا يتعاملون بهذه المعايير التي نحن يعني تعودنا عليها في مجتمعنا. يعني هناك أساليب جديدة من يعني انتهاج لأسلوب قمع جديد، وهي المرأة، يعني هي التي يعرفوا أنها ممكن تصنع تحرك في المجتمع. فبالتالي استطاعوا من خلال هذه الاتهامات وهذه الزاوية أنهم يضربوا هذا، يعني حتى وصل بهم الحال في أحيان كثيرة لتجاوز، بعيدا عن تجاوز القانون، أيضا تجاوزوا الأعراف القبلية والمحلية. إذن سأعود طبعاً لأكمل معك سيدة سمية، وسأذهب الآن لضيفي عبر الأقمار الصناعية السيد الناشط الإعلامي خليل المليكي. يعني سيد خليل، يعني أيضا لا يقتصر الأمر في مسألة الانتهاكات على النساء، يعني وصل الأمر إلى أن يعني يصل التدخل إلى وجود تعميمات في الكثير من الكليات والجامعات، تحديدا في صنعاء، لتحديد حتى قصات الشعر المتعلقة بالشباب. يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم، الميليشيا الحوثية تدخلت في كل ما يخص اليمني، الإنسان اليمني سواء كان رجلا أو امرأة، تدخلت في كل الحريات العامة. هناك كثير من الشباب في الجامعات وفي الكليات وفي المعاهد تعرضوا لحلق شعرهم من قبل الميليشيا الحوثية ومن قبل عناصرها. كذلك تعرضت شابات وطالبات للتهديد من قبل الزينبيات التابعات للميليشيا الحوثية، وكذلك من أعضاء من الميليشيا الحوثية وجنود يتبعون الميليشيا الانقلابية هددوا نساء وشابات بخلع ملابسهن إذا لم يعدلن بعض الملابس كما يريدون، هذا في عام 2015. ما بالك اليوم إن وصل بهم الحال لمنع المرأة من السفر، للتدخل في حياة الشباب وسلوكياتهم وما يقومون به من أعمال في ملابسهم في مناظرهم في مظاهرهم. هذه كل السلوكيات تدل بأن هذه الجماعة جماعة قمعية تريد أن تجعل الإنسان اليمني الذي يخضع تحت سيطرتها أن يعيش كما تريد هذه الميليشيا وكما تدعي وكما تؤمن. ولا يمكن للإنسان اليمني أن يستطيع أن يمارس أي حرية من الحريات في ظل وجود هذه الميليشيا الحوثية أو كان متواجدا تحت ظل حكمها. نعم، لكن سيد خليل، يعني أنت كما وصفت منذ قليل أو وضحت أسباب يعني التي تجعل المنظمات الدولية يعني لا تقوم بواجبها على أكمل وجه في مسألة ما يتعلق أو ما يتعرض له المواطنين اليمنيين من انتهاكات من قبل الميليشيا، لكن لم نأتي في الحديث عن المنظمات المحلية. يعني لدينا قائمة كبيرة وعدد كبير من المنظمات، كيف تقيم دورها في مسألة يعني مساندة أو تبني قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون؟ نعم، هذه المنظمات الكثير منها أصبحت غير موجودة على الأرض ولا تعمل، ومن وجدت على الأرض وعملت وهي تقوم بالرصد حسب إمكانياتها وحسب استطاعتها. وهذا ما نشاهده وما نقرأه من تقارير موجودة على الإنترنت وموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المنظمات يعني ضعيفة جدا ولا ترقى إلى أن تصل أو توصل صوت الانتهاكات إلى المنظمات الدولية وإلى الرأي العام الدولي. نحن بحاجة إلى أن هذه المنظمات بحاجة إلى مؤازرة، هي بنفسها بحاجة إلى مؤازرة من قبل السلطة الشرعية حتى تصل هذه الأصوات إلى المجتمع الدولي. لا ندري لماذا الحكومة الشرعية لا تهتم بمثل هكذا موضوع، مع أنه مهم جدا في أن تفضح سلوكيات الميليشيا الحوثية. الأصل أن توثق كل هذه الانتهاكات وأن تشتغل كملفات وأن تخضع لعمل دقيق من قبل الناشطين التابعين للحكومة الشرعية، وأن يكون هناك تجاوب من الحكومة واستيعاب هؤلاء حتى يستطيعون إيصال هذه القضية للرأي العام الدولي. المنظمة
المنظمات المحلية تمر بضعف شديد نتيجة لأنها شردت من مقراتها وأحرقت بعض المقرات ونهبت بعض المقرات، وأصبح العمل في هذه المنظمات هو عن أعمال فردية يقوم بها الناشطون التابعون لهذه المنظمات. ومن لهذه نظرا لهذه المشكلة أصبح العمل ضعيف وضئيل في هذه المنظمات. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد خليل المليكي. أعود لي الناشطة السياسية سمية الثور من العاصمة الألمانية برلين. يعني سيدة سمية، هنا نتساءل يعني في ما يتعلق ب يعني كيف يمكن وصف مثل هذه التصرفات التي يعني دائما ما يتم فعل يعني القيام بها من قبل الميليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهناك أيضا من يقول أن الحوثي يعني لم يخرج عن ضوابط العرف والدين بتطبيق مثل هذه الممارسات. يعني هناك من ما زال ينظر إلى أن ممارسات الحوثي هذه هي تنطوي أو يعني تنضوي في إطار العرف والدين. المجتمع اليمني نحن نعرف أنه من الأساس مجتمع محافظ ومجتمع قبلي، فبالتالي هذه العادات أو عادات معينة يعني موجودة من الأساس في هذا المجتمع. وعندما يأتي بفرض أشياء أكثر على طبقة، مثلا نقول بدأت تتحرر أو بدأت تنظر للعالم من منظار آخر أو لديها فكر مختلف وما إلى ذلك، هم يعرفون أن مثل هذه الطبقة هي اللي يعني ممكن تأثر وتزعزع يعني تماسك المجتمع اللي هم يعني مسيطرين عليه. فدائما المختلف هو الذي يخيف اي انسان يعرف انه يعني مخطئ او ظالم. فانت بتتعامل الان مع مجموعه مع جماعه يعني يجب ان تسيطر على كل المفاصل في الحياه، بما في ذلك الحريه الشخصيه، لبس، شعر، فكر، دين، عقيده، ايا كان يعني كل تفاصيلها، حيث انه يزرع الخوف والاستسلام لدى الناس. فهذه يعني نتيجه طبيعيه لمثل هذا الفكر في الجماعه. يعني انت عندك ايران مثلا رغم هذه السنين كلها، لكن الى الان ما زال في قصات شعر محرمه، في خلع الحجاب محرم، اشياء كثيره يعني في تفاصيل الحياه الشخصيه، يعني تفاصيل ليس لها اي تاثير لا على دين ولا على عقيده ولا بالتالي هي الميليشيا يعني تطبق نفس يعني النموذج بالضبط. فهي بالتالي تعرف انه زرع الخوف والسيطرة هذه. وللأسف أن هناك يعني ناس بطيبة أو سذاجة لا أدري يعني يشجعوا مثل هذا الكلام. يعني مثلا عندما أتى قانون حظر سفر النساء بدون محرم، نعم، يعني في ناس ترحب بهذا القرار، صح هذا لازم، لا يعرفوا خلفية أو ما سبب مثل هذه القرارات، ليش هذه موجودة. ونعرف أن الكثير من النساء يعني سافرن للعلاج، سافرن لأهلهن، لكن هم لديهم هدف مختلف واستطاعوا من خلال عادات المجتمع وتقاليده أنهم يزرعوا مثل هذه القرارات من جديد، والمجتمع يتقبلها. يعني هذه أولا. المنظمات والجمعيات والكذا هي مضطرة، يعني خاصة الجمعيات الخيرية، أن تخضع وأن تسكت حتى لا تتأثر بعملها الموجود في هذا المجتمع. فبالتالي للأسف يعني يحتاج الأمر إلى مساندة مثل ما ذكر الأخ الضيف، مساندة من الخارج، مساندة بطرق مختلفة، ما لم يعني سنحتاج وقت طويل لمعالجة مثل هذه القضايا، ونحن نعرف ما هو العلاج فيما بعد. نعم، إذن سيدة سمية هنا تساؤل أخير فيما يتعلق بالناس، يعني كيف تنظرين لمدى وعيهم في مسألة يعني إيمانهم بحرياتهم الشخصية والحريات العامة بشكل عام؟ يعني لنكون واقعيين، يعني في اليمن لم يكن للحرية الشخصية المساحة الكافية حتى نستطيع الآن أن نقيس الموضوع. يعني نحن فعلا لا نتكلم إلا عن طبقة معينة هي التي مارست حريتها الشخصية، ونعرف اليوم ماذا حصل لهذه المجموعة. الناس عامة في اليمن تعودوا على حكم المجتمع، حكم العادات، حكم التقاليد، حكم الدين، حكم الأفكار الموروثة، أيا كان نوع هذه الأفكار،
هي يعني تعود المجتمع أنه دائما ينتاج وراء مثل هذه الأفكار. فعندما يأتي الآن بهذه الأفكار لمثل هذا يعني شعب مربع على هذا الكلام، نحن نتكلم عن الأغلب عن الكثير أو الغالب، لا أتكلم عن الكل بالتأكيد. نعم. هناك ناس يتأثروا بهذه الممارسات وقد فعلا يعني تعرضوا للخطر والاعتقالات وإلى آخره، لكن نحن فعلا نتكلم عن منظومة مجتمع للأسف حتى خلال هذه الخمس السنوات الأخيرة يعني تشوهت أكثر. نعم. إذن ما هي الوسائل التي يعني من خلالها يعني يمكن أن يعني يتم تغيير المجتمع في طريقة التعاطي والتعامل مع مسألة الحريات العامة والحريات الشخصية؟ أكذب عليك لو أقول لك عندي حل. تفضلي. نحن في حالة يعني في حالة حرب، يعني صعب أنك تستطيع أن تخلق هذا الوعي في ظل هذا الجمع إلا إذا حصل انفجار من الداخل. يعني في هذه الحالة ممكن أنت يعني بطريقة أو بأخرى، يعني نحن للأسف ليس لدينا منصات نتكلم فيها إلا القنوات التواصل الاجتماعي، يعني محصور تحركنا يعني ليس لا. بهذه القدر، ومثل ما قلت أنت يعني بنفسك القمع للأسف واسع جدا على أبسط الأشياء، فما بالك لو أنك حاولت تتحرك في أوساط المجتمع، فالكل نعم. يعرف أن حياته معرضة للخطر بكلمة واحدة، فبالتالي نكذب على بعض لو قلنا أنه في طريقة واضحة ويعني نعمل 1 2 3 إلا إذا حصل فعلا من داخل المجتمع بمعجزة وفهم الناس ذات في المناطق هذه الحق الذي يسلب منهم. وخلينا نتكلم عن المناطق المحررة، يعني حتى المناطق المحررة مش كلها فيها هذه المساحة الكبيرة من الحرية، يعني يظل نحن نتكلم الآن عن المحرية، ما زالت الجوانب القبلية والعرفية يعني تلعب دور في هذا الجانب. لا زال هناك فعلا لا زال هناك جمع من نوع آخر، لا زال جمع قبلي أسري اجتماعي، لا زال الكثير من المنظومة يعني تحتاج تغيير. إذا استطعنا أن نغير في هذه المناطق الآمنة أو المتحررة من هذا الفكر، بإمكاننا أن نتكلم كيف ممكن أن نرفع من مستوى المجتمع. نعم دكتورة سمية ثور، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين. وأرحب الآن بضيفي، سينضم إلينا من القاهرة الناشط الإعلامي السيد والصحفي أيضا السيد همدان العلي. سيد همدان مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى جميع الأحبة معك. أهلا بك سيد همدان، يعني في البداية كيف تعلق على ممارسات الميليشيا الحوثية يعني وقمعها وتدخلها بالحريات العامة والشخصية؟ نعم أخي العزيز، من المعروف أن هذه الميليشيا لم تترك حقا إلا وانتهكته. يعني الإنسان لديه كثير من الحقوق، سواء وضعت يعني على يد الإنسان أو شرعت من خلال الأديان السماوية، حق العيش سلبته فقامت بقتل الإنسان اليمني بطرق مختلفة، حق حرية التعبير، حق حرية الاعتقاد، حق التنقل مؤخرا، حق السكن، قامت بتهجير الناس، لم تترك حق إلا وسلبته من اليمنيين. وبالتالي هو اصلا منهاج وسلوك يجب ان او لا تستطيع الميليشيات المسلحه المتطرفه مثل جماعه الحوثي ان تعيش وتبقى الا اذا مارست هذه الممارسات، والا لم تعيش. فليس غريبا هذا الامر، ومن المفترض ان يكون هناك دور يعني لمن هم خارج اطار او خارج الجغرافيا التي تسيطر عليها جماعه الحوثي بإبراز هذه الانتهاكات بشكل متكرر كي لا يقبل الناس التعايش معها قدر الاستطاعة. نعم، لكن سيد همدان يعني هل يوجد جهة بإمكانها اليوم يعني إيقاف هذه الميليشيا عن الاستمرار في انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين فيما يتعلق بحرياتهم الشخصية والعامة؟ هي تمارس القوة المفرطة والعنف يعني بشكل مستمر، وهذا الأمر قد يجعل الناس يعني كما هو ملاحظ يعني يصبروا ويخنعوا لمثل هذا الأسلوب. لكن أنا أعتقد هي مسألة وقت وظروف معينة تتوفر
ليتحرك الناس مرة واحدة لرفض هذه الممارسات، لأنه من الصعب جدا أن يحرم اليمنيين من هذه الحقوق، وهي حقوق يعني أساسية وضرورية لتستمر الحياة. يعني قد يصبر الناس سنة سنتين ثلاث سنوات، لكن إلى ما لا نهاية هذا أمر أعتقد أنه مستبعد. نعم، إذن أتكرم بالبقاء معي سيد همدان، وسأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الإعلامي سيد خليل المليكي. يعني سيد خليل، باعتقادك يعني هل بإمكان الحكومة الشرعية القيام بشيء لحماية المدنيين الذين يقعون في مناطق سيطرة الميليشيا؟ لا يمكن أن تعمل الحكومة الشرعية شيء لأجل هؤلاء الذين ما زالوا تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، سوى أن تعجل بالإسراع في الحسم العسكري الذي سيضمن الحريات لجميع الناس، وسيضمن إنقاذ للعشرات الذين يعانون من ضغوطات وانتهاكات الميليشيا الحوثية. هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن للحكومة الشرعية أن تسرع في عمله وبالقيام به، أما غير ذلك فلا يمكن أن تقدم شيء، سواء أن يكون هناك تواصل مع هؤلاء الناشطين في رصد انتهاكات الميليشيا الحوثية، وستظل هذه الانتهاكات وستمارس لأيام ولسنوات إذا لم تقم الحكومة الشرعية بالإسراع بإنقاذ هؤلاء المواطنون الذين يخضعون لسيطرة الميليشيا الحوثية وتحت رحمتها. اليوم نحن ننادي الحكومة الشرعية أن تسمع أصوات هؤلاء الناس وهذه النسوة الذين يمنعن من السفر لأجل أشياء تعتقدها الميليشيا الحوثية لا غير، وهي ممارسات وسلوكيات تعود على الميليشيا الحوثية فقط. والمرأة اليمنية لها الحق في التنقل، لها الحق في العمل كما ضمنه الدستور اليمني. اليوم الميليشيا الحوثية تنقلب على كل الأعراف، تنقلب على كل الدساتير، على كل القوانين والأعراف الدولية. ليس لدى الحكومة الشرعية سوى أن تسرع في الحسم العسكري الذي يضمن حياة كريمة لكل اليمنيين، سواء كانوا تحت سيطرة الميليشيا الحوثية أو في المحافظات المحررة. نعم سيد خليل، كيف تنظر أو تقيم مدى وعي الناس فيما يتعلق بحرياتهم الشخصية والحريات العامة بشكل عام؟ الناس يعون وتعالت أصوات الناس، وخاصة مع العولمة الجديدة، وكل الناس أصبحوا يشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي ويقرؤون ويطالعون ويسمعون الأخبار ليل نهار، وهذه عملت على إحياء الحرية لدى كثير من الناس. اليوم اليمني يعرف حقوقه ويعرف واجباته ويعرف أن الميليشيا تقوم بالانتهاكات، وأصبح من يعيش تحت ضغط الميليشيا الحوثية أو تحت حكمها يعيش يعني بجانب الحيط، لا يريد أن يتكلم حتى لا يخضع للسجن أو يخضع للاختطاف أو يخضع للإخفاء القسري من قبل الميليشيا الحوثية. اليوم الناس يعون حقوقهم، يعون حرياتهم، لكن على اليمنيين جميعا أن يعلموا بأنهم أمام تحديات كبيرة، وهي في أن يتخلصوا من هذه الميليشيا الحوثية وأن يكونوا صوتا قويا في الدفاع عن حرياتهم، سواء في المحافظات المحررة أو تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، حتى يضمنوا حياة كريمة لهم ولأجيالهم. نعم، إذن ابقى معي سيد خليل. أذهب لضيفي من القاهرة سيد همدان العلي. سيد همدان، يعني ما الذي فعلته الحكومة الشرعية من خلال هيئاتها الحقوقية في حماية الناس الذين يقعون في مناطق سيطرة الحوثي وما يتعرضون له من انتهاكات تتعلق بحرياتهم الشخصية والعامة؟ نعم أخي العزيز، أنا طبعا لست مخولا يعني بالحديث كتقييم هنا فقط، يعني وليس ك يعني ممثل او مطلع. نعم، لما يدور، لكن فعلا هناك اتهامات بين الوقت والاخر في هذا الاطار، هناك تقارير تصدر نطلع عليها ومشاركات يعني في اكثر من مكان، لكنها لا تكفي في الحقيقه، والعمل في يعني في مجال ابراز الانتهاكات التي تمارسها من الحوثي المسلحة يجب أن يكون مكثفا استراتيجيا
موسعا يعني بشكل مستمر، لا يعني ليس يعني وقتيا وآنيا، كل يعني كل 3 أشهر أو كل شهرين. يجب أيضا أن تخصص إمكانيات لخدمة هذا المجال، لأنه مجال يحتاج إلى أموال تنقل بشكل كبير، يحتاج إلى لقاءات يعني وتفاصيل كثيرة في هذا الإطار. لكن ما يهم الحديث حوله في هذا الجانب أو الإشارة إليه أن المجتمع الدولي يدرك تماما حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في اليمن، لكن هناك حسابات سياسية ودولية تطغى على الجانب الإنساني وتجعل من المجتمع الدولي يعني يخطو خطوات لا تصب في مصلحة الإنسان اليمني، وتتجاهل الدور الوحشي أو الممارسات الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي يعني. وبالتالي حتى لو فعلنا ما فعلنا لن يلتفت المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، ولن يسجل موقف لإدانة هذه الانتهاكات، ومن ثم يعكس ذلك على الجانب السياسي. وهذا يقودنا إلى قناعة تحدث عنها الأخ خليل، وهي ضرورة الحسم العسكري. لكن مع وجود الحسم العسكري يجب أن يكون هناك دور توعوي، دور إعلامي مستمر لإبراز هذه الانتهاكات، يعني الإبقاء على جدوى الرفض المجتمعي، رفض هذه الانتهاكات، و يعني جعل أو الإسهام في جعل الناس لا يتعايشون مع هذا القبح. لأنه أحيانا الإنسان عندما تقل مقاومته لهذه الانتهاكات يقبل بالتعايش معها ويخنع، وهذا أمر لا يجب أن يحدث. ويجب أن يكون لنا دور كإعلاميين وناشطين في إبقاء هذا الرفض من خلال إبراز هذه الانتهاكات، كما تفعلون أنتم بقناة بلقيس. أنتم مشكورون على يعني تركيزكم وإبرازكم هذا الجانب أكثر من مرة، لأنه يجب أن نستمر في هذه العملية حتى يتم تحرير بقية المناطق اليمنية. نعم. لكن سيد همدان، يعني كيف تنظر للمنظمات الدولية والمحلية في تعاطيها مع ما يمس قضايا الناس فيما يتعلق بحرياتهم العامة؟ يعني لو نركز تحديدا على مسألة المنظمات الدولية. نعم، بالنسبة شوف خلينا بس نتكلم برضو عن المنظمات المحلية. المنظمات المحلية للأسف معظمها تم يعني إبادتها إن صح التعبير، اسمحني أستخدم هذا المصطلح. يعني دخلت ميليشيا الحوثي وقامت بتدمير واستهداف كل المنظمات المحلية أو أغلبها، ولهذا لم يعد يعمل أو تعمل من هذه المنظمات إلا من هو خارج نطاق سيطرة الحوثيين، وهي منظمات قليلة، وتوقفت كثير منها بسبب عدم توفر الإمكانيات. بالنسبة للمنظمات الدولية للأسف كما قلت لك هذه المنظمات هي تتحرك وفق سياسات دولية. هذه قناعة شخصية وأؤمن بها، ربما هناك من يعارضها لكنها حقيقة. المنظمات الدولية سواء كانت دولية عامة أو أممية، هذه المنظمات تعمل وفق سياسات دولية، ولا يمكن أن تتجاوز هذه السياسات التي تريد أن تحقق بعض الأهداف في الجزيرة العربية. تعرف هذه المنظمات وتدرك تماما بأن جماعة الحوثي تتعامل مع الإنسان اليمني كرهينة، وتجوعه، وتسهم بشكل كبير في نشر الأمراض، وتمارس الانتهاكات بأبشع صورها، بداية من التمييز العنصري يعني حتى آخر انتهاك، وهو حتى يعني منع الإنسان من التنقل بحرية في بلده وفي محافظته وفي منطقته. لكن مع ذلك لا تتحدث ولا تشير لهذه الانتهاكات، لأن لديها هدف، وهذا الهدف هو الإبقاء على هذه الميليشيا. طبعا هذا الهدف هو هدف الدول الكبرى، نعم، مثل بريطانيا وأمريكا، ونقولها بكل صراحة. نعم. إذن وضحت الصورة سيد همدان، وأعتذر منك هنا، داهمنا الوقت وانتهى الوقت المحدد لك. أشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الإعلامي سيد همدان العلي، كنت معنا من القاهرة. وأذهب إلى ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد خليل المليكي. سيد خليل، هنا بتساؤل أخير وبأقل من دقيقة إذا أمكن، يعني الحوثيون يعتقدون بما يقومون به أنهم بهذا الأمر يحافظون على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟
سيدي العزيز، الميليشيا الحوثية انتهكت كل القوانين وكل المعتقدات وحتى الدين، لا يمكن لشيء في المجتمع إلا وانتهكت، قتلت المرأة، سحلت المرأة، كيف يمكن لهذه الميليشيا أن تحافظ على هذه المعتقدات أو على هذا الدين الذي تدعيه؟ اليمنيون أصحاب أعراف وأصحاب دين ويعرفون ما يضرهم ومنفعهم في هذا المجال. الميليشيا الحوثية كما تفضلت الدكتورة سمية الثور بأنها تقوم بهذه التصرفات من أجل أن تحقق أهداف ومطالب، ليس إلا لا يمكن أن تقوم بمنع المرأة اليمنية لأجل دين أو لأجل عرض، فقد انتهكت الدين وانتهكت العرض وقامت بكل هذه الانتهاكات وهذه الممارسات. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد خليل المليكي ناشط إعلامي، كنت معنا من محافظة مأرب عبر الأقمار الاصطناعية. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، الشكر أيضا لضيفي من القاهرة السيد همدان العلي، كان معنا صحفي وناشط إعلامي، وأيضا الشكر للسيدة سمية الثور ناشطة سياسية كانت معنا من العاصمة الألمانية برلين، ونشكر أيضا الناشطة السيدة ياسمين القاضي رئيسة مؤسسات فتيات مأرب كانت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وبهذا القدر نصل إلى ختام الحلقة، وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.